السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة أوداي موبايل. أعلنت لينوفو عن أحدث إصداراتها من سلسلة زد، والتي تمثلت في الهاتف لينوفو زد 6 برو، والذي يأتي مع العديد من المميزات الرائعة وبسعر مناسب، سوف تجعل من الهاتف منافس قويا في الفئة المتوسطة. في هذا الفيديو سوف نتكلم عن المواصفات الكاملة للهاتف وسعره في الدول العربية. أولا، طول الهاتف 157.5 ملم وعرض 74.6 ملم وسماكة 7.8 ملم. وزن الهاتف 185 جرام. يأتي الهاتف في شاشة من نوع سوبر أموليد بقياس 6.39 إنش بدقة Full HD Plus 1080x2640 بيكسل بكثافة 403 بيكسل بالإنش مع نسبة عرض 19.5 إلى 9، وتحتل الشاشة 85.3% من الواجهة الأمامية للهاتف، وتأتي البصمة مدمجة في الشاشة. يعمل الهاتف بمعالج سناب دراجون 855 المصنع بتقنية 7 نانومتر ثماني النواة بسرعة تردد تصل إلى 2.8 جيجاهرتز مع معالج رسوميات من نوع أدرينو 640. يأتي الهاتف بأحدث نظام تشغيل أندرويد بي 9.0. جاء الهاتف بثلاث نسخ من الذاكرة الداخلية والرام، الأولى ب 128 جيجا بايت ذاكرة تخزين داخلية مع 6 جيجا بايت رام، الثانية ب 256 جيجا بايت ذاكرة تخزين داخلية مع 8 جيجا بايت رام، الثالثة ب 512 جيجا بايت ذاكرة تخزين داخلية مع 12 جيجا بايت رام، ولا يدعم الهاتف تركيب ذاكرة تخزين خارجية. الهاتف يحتوي على 4 كاميرات خلفية، الأولى بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.8، الثانية بدقة 16 ميجا بيكسل وهي عدسة الألترا وايد، الثالثة بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.4 وهي عدسة تيليفوتوغرافي، الرابعة بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.9 تستخدم للتصوير في الليل، وتدعم الكاميرا الخلفية تصوير فيديو بدقة 4K مع 30 إطار في الثانية. الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.0 وتدعم الكاميرا الأمامية تصوير فيديو بدقة Full HD Plus مع 30 إطار في الثانية وتدعم الـ HDR. البطارية تأتي بقوة 4000 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، ويتم شحن الجهاز إلى 50% خلال 40 دقيقة مع منفذ USB من نوع C. ألوان الهاتف هي الأحمر والأسود. كانت هذه أهم مواصفات هاتف لينوفو زد 6 برو، والآن مع الأسعار في بعض الدول العربية. كان معكم عدي أحمد، وشكرا جزيلا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.